أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهواء. صباح الخير على كل طلابنا الأعزاء، صباح الخير على كل مدرسي اللغة الإنجليزية اللي يتابعونا، واللي إحنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي ببرنامج وندنو من الكمال. النهاردة هنعمل ريفيجن على يونتس من 8 لحد 14 على الصف الثالث الثانوي إن شاء الله، ومعانا كوكبة كبيرة جدا من مدرسي اللغة الإنجليزية على مستوى الجمهورية هنتعرف بيهم مع بعض. صباح الخير مستر نبيل. جود مورنينج مستر أحمد. مستر خالد عطيه صباح الخير. صباح الخير مستر احمد. صباح الخير مستر خالد. مستر احمد. مستر صلاح صباح الخير. صباح الخير مستر احمد. مستر رمضان صباح الخير. مستر احمد. صباح الخير مستر محمد. جود مورنينج مستر احمد. شرفتونا وتشرفونا كالعاده، والنهارده طبعا طلابنا الاعزاء الاساتذه الافاضل مجمع لنا مجموعه كبيره جدا من الجمل اللي هي يعتبر عامله كفرنج لكل البوينتس اللي موجوده على الفوكاب وعلى الجرامر في الوحدات فروم يونت 8 تو يونت 14. نبدا مع بعض الحلقه مع بعض. نبدا مع مستر نبيل بكير ونشوف مع بعض المخرج الجميل يجيب لنا بيج نمبر 1. اتفضل مستر نبيل. صباح الخير، صباح الفل على كل طلابنا الاعزاء وعلى كل مدرسين اللغه الانجليزيه. قبل ما ابدا بس بعد استاذنكم بس ان انا اقول ماي وايف هابي بيرثدي، عيد ميلادها النهارده وكل سنه وهي طيبه. نبدا اول جمله. جمل عامله كفرنج مستر احمد قال على الجرامر والفوكاب من يونت 8 ليونت 14. نمبر 1 people are quarantined ولا quarantine ولا quarantines ولا has quarantined to prevent ليمنعوا عشان يمنعوا the spread انتشار of coronavirus outbreak انتشار فيروس كورونا المتفشي او تفشي فيروس كورونا. انا اشوف الجمله دي اكتف ولا باسف. الفرق بين الاكتف والباسف، الاكتف الاكتف بالنسبه للجمله الاكتف it is important to say who does the action، لازم اقول مين اللي عمل اكشن. لكن بالنسبه للباسف it is not important it is not important to say who does the action. يا ترى الجمله الاكتف ولا باسف؟ انا بدأ بالاوبجكت ولا بدأ بالسبجكت؟ انا هنا بقول people are quarantined ولا quarantine ولا quarantines ولا has quarantined to prevent عشان يمنعوا طبعا the spread of coronavirus. اولا كلمه كوارنتين فيرب وناون، كناون بمعنى حجر وكفيرب بمعنى يحجر، يعني to put in or place someone or an animal apart from others so as not to spread infection عشان يمنعوا تفشي الانفكشن اللي هو العدوى. الجمله دي باسيف يعني الناس هنا بيحجروا by someone. عندي هنا الباسيف بيكون ثلاث حاجات، اوبجكت ادي البيبول، فيرب تو بي موجود تصريف ثلاث الفعل، الاجابه طبعا ار كوارنتد. لكن عندي كوارنتد ناقصه فيرب تو بي ناقصه صفه الفعل، الثانيه ناقصه كل حاجه، الثالثه ما تنفعش نهائي. نمبر 2 دي اوبجكت بينج تيكن بي تيكن تو بي تيكن تو بينج تيكن تو هرجادة. معنى الجمله هل انت تعترض ان تؤخذ الى الغردقه؟ معروف يا جماعه ان فعل الاوبجكت بياخد بريبوزيشن تو بيجي بعديه جيراند، ده الكلام ده في الاكتف. اوبجكتد تو مارينج هيم، الجمله دي انت هتتاخد بواسطه حد، يبقى انت دي اوبجكت بينج تيكن ناقص تو، دي اوبجكت بي تيكن ناقص تو ناقص بينج ناقص كل حاجه، تو بي تيكن الفعل ده ما ياخدش تو المصدر. الاجابه الصح دي اوبجكت تو بينج تيكن، معناها تقيله شو نقطه شويه، لكن هي طبعا الاجابه الصح. مع ان الطالب اول ما يشوفها طبعا دي اوبجكت هيقول لك تو بي تيكن، لا دي اوبجكت to being taken. من ضمن الافعال بتنتهي بحرف الجر تو، ده في تو المصدريه في تو بريبوزيشن زي اوبجكت تو، لوك فورورد تو، كونتريبيوت تو، تيك تو، بي يوزد تو، اون اب تو، كل الحاجات دي بتنتهي تو، لكن تو تعتبر بريبوزيشن فبيجيب بعدها جيرم. فالجمله باسيف هنا يبقى الاجابه طبعا دي اوبجكت تو being taken to هرجادة. نمبر 3 ماي انكلز كومباني واز فاوند was founded has been found found in 2010. في عندي علامه زمن باست سمبل يا ان وبعديها مده زمنيه. يا ترى ماي انكلز كومباني شركه عمي was found وجدت ليه كانت تايهه ولا was founded يعني was established was built ولا had been found وجدت ولا found. الجمله طبعا هنا ماي انكلز كومباني was founded يعني was established جاي من فيلم جاي من كلمة founded جاي من كلمة founder جاي من foundation بيستعمل في الميك اب والكلام ده، يبقى الإجابة was founded. جملة برضه passive.
نمبر 4 هالاز كازن از جوينج تو بي تيكن ويل تيك از جوينج تو تيك ويل بي تيكينج تو ذا ستيشن سو هي كان تيك ذا ترين تو اليكس. برضو كل الجمل دي بيلد اون قايمه على الباسيف. الباسيف يا جماعه ثلاث شروط: اوبجكت، فيرب تو بي، تصريف ثالث للفعل. انا بقول هالاز كازن تو ذا ستيشن، الى المحطه، سو هي كان تيك ذا ترين تو اليكس، يعني مش هو هياخد نفسه المحطه، في سمون ايلس. عندي is going to be taken will take was going to take will be taken. طبعا the right answer is going to be taken، لان will take لو في will be taken كانت تنفع. is going to be taken كانت تنفع. الاجابه الصح طبعا is going to be taken. passive voice. That's all. Number five. Number five is that the flat which advertised was advertised advertising. كنا تعرضنا للموضوع ده قبل كده كتير. In the paper last week. هل دي الشقة اللي أعلن عنها في البيبر في الصحيفة last week؟ هل هي active ولا passive؟ عمر الشقة ما تعلن عن نفسها. الشقة دي object محتاجة verb to be تصريف تلك الفعل بس. لاحظ جيدا الجملة دي من ضمن جمل الامتحانات أصلا. Is that the flat which advertised؟ ناقصة حاجة، ناقصة verb to be which was advertised كانت تبقى صح 100%. was advertised not which advertised تعتبر the right answer. advertising ده دي لو الجملة أصلا active بجيب جيرن. يبقى هنا is that the flat advertised طبعا in the paper last week، لكن لو في الجملة هنا is that the flat which was advertised كانت بقى صح. فلو عمل removal الريتف كلوز لازم احذف فيرب تو بي تفضل التصريف بتاعت الفعل، ودي فيري امبورتنت. جميل مستر نبيل، احسنت. هننتقل لمستر خالد عطيه ونشوف مع بعض كده بيج نمبر 2. اتفضل مستر خالد. طيب صباح الخير يا جماعه. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم. عاد الله علينا وعلى الامه الاسلاميه باليمن والبركات ان شاء الله. بالنسبه لنمبر 6 هنقراها سوا كده يلا. بس هنتفق نقرا بهدوء ونحاول نفهم الجمله المينينج للاخر عشان نقدر نتمكن من الحل باذن الله. نمبر 6 بتقول while my mother was doing the washing up my baby sister space after looked after was looked after being looked was being looked. تمام. هو انا عايز اقول ايه كمعنى while mother was doing the washing up، لما ماما كانت بتغسل مواعين اختي كان يعتني بيها ولا يعتنى بها؟ اختي كان بيعتنى بها، يعني someone was looking after her، يعني في شخص كان واخد باله منها. تمام. إذا أختي هنا زي ما قال تكملة لكلام مستر نبيل بادية الجملة بالأوبجكت مفعول، يبقى لازم دي أعرف إنها باسيف، فآخد فيرب تو بي وبي بي، ودايما بتلاقي الكلام فيه ضمة زي ما قلنا، يعني بنلاقي مثلا كلمة إيه؟ بنية، نشرت، تمام؟ شوهد الفيلم وهكذا، فعايز أقول هنا إيه؟ كان يعتنى بها. لو بصينا تاني لوكد واز لوكد بينج لوكد، قلنا الباسيف ليه شرط فيرب تو بي وبي بي، لو أنت فاكر بقول بي وبي بي. تمام. يبقى اخر واحده was being looked، يبقى نمبر 6 is number D. concerning number 7 he never lets himself into such a trick. لما اجي احاول افهم معنى الجمله، يعني ما بيسيبش نفسه يتخدع ابدا، يعني او ايه يقع في اي خدعه او كده. تمام. للوهله الاولى كده ممكن معظمنا يحلها رقم B be fallen. تمام. هي عاده لو هي باسيف بتبقى himself هنا جايه كاوبجكت زي ما قولي don't let yourself. اوكي. ما تسيبش نفسك ان انت تتغشي يعني. لكن هي هنا كلمه فول ده يا جماعه اللي هو intransitive verb. اوكي. يعني فعل doesn't need an object، ما يجيش وراه مفعول. اذا الاجابه هي never lets himself fall، لان هي هنا subject وليست object. تمام. يبقى number 7 is A. What about number 8؟ yesterday we space our roof repaired after the storm. لو جينا نفهم المينينج بتاع الجمله، حتى لو انا مش فاهم المينينج بتاعها، عندي have had و have و have to have و had to have باديه الجمله بيسدي. ماشي، استاذنكم في فاصل قصير ونرجع تاني مع بعض.
ورجعنا لكم تاني ونكمل مع مستر خالد عطية. سنتنس نمبر 8، اتفضل مستر خالد. طيب نقول يا جماعه سنتنس نمبر 8، نقرا كده سوا. Yesterday we space our roof repaired after the storm. Have had, have to have, had to have. عارف من غير اي جرامر خالص، هي الجمله باديه بكلمه ايه؟ Yesterday بتدل على انهي زمن؟ Past. بص في الاربع اختيارات كده. ها بالظبط، هي had to، مفيش ولا واحده بص غير، يبقى انا هتلخبط فيه، حتى لو مش فاهم هي تبع انهي درس جرامر مش مشكله. Number 9. I didn't understand my homework, so I spaced my friend to help me. افكرك كده بيونت 9، كنا واخدين يونت 9 كده ان في have وget، وقلنا لو الاوبجكت غير عاقل كنا حافظين حته بتقول ايه؟ have معاها مصدر، get to مصدر، تمام؟ يعني I have my haircut، اوكي؟ زي مثلا الجمله نمبر 9، تعال نقراها. I didn't understand the homework, so I my friend to help me. عندي had يا اما got، اوكي؟ عندي my friend help me ولا to help me؟ to. طالما في to ناخد got، يبقى got me او got my friend to help me. لو شلنا to تبقى have. زي بص نمبر 10. The teacher asked copy the notes on or from the blackboard. Got, had, caused, allowed. عندي هنا بقى المفعول us يبقى عاقل عادة، وعندي copy infinitive بدون to. لما يكون بدون to بنختار verb to have. يبقى the teacher had us copy. لو كان في to تبقى got us to copy. وهكذا. That's all مستر. احسنت مستر خالد. ننتقل لمستر خالد عبد الهادي ونشوف مع بعض بيج نمبر 3. اتفضل مستر خالد. كل سنه وانتم طيبين طلابنا الاعزاء وزمايلنا المدرسين بمناسبه رمضان، وان شاء الله بنقول لكم احنا مهما كانت ظروف العالم كله احنا معاكم، وبنشتغل من كتاب مدرس على الهواء زي ما احنا عارفين اللي مرتبط بكتاب الورك بوك وكتاب الستودنت بوك، ودوت ان شاء الله هيجي منه نسبه كبيره جدا متوقعه من الامتحان السنه دي، فلو سمحتوا ركزوا معانا. ويا ريت يكون معاك قلم وورقه عشان لو في معلومه تعرف تدونها. نبدا بالجمله نمبر 11. She always looks forward to. طبعا احنا عارفين كلمه look forward to من الحاجات اللي تبقى followed by gerund، بيجي وراها ing، فعشان كده اوتوماتيك من الجمله ممكن نستبعد get و have، فبيبقى قدامك making و having. طيب يبقى she always looks forward to making your house cleaned ولا having your house cleaned. هنا بنرجع للدرس بتاع positive have اللي هو unit 9، ان اللي بنقول ان في هاف وجيت لما بيجوا وراهم مفعول غير عاقل بيبقى وراهم تصريف ثالث. يعني مثلا لما تقول I had my car مثلا repaired او I had my room cleaned، هي I got my room cleaned، بيساوي بعض لما يكون الفاعل غير عاقل. لو الفاعل عاقل بتبدا يختلف. يعني مثلا لما اقول I had منى clean my room، كده خليت منى تنظف الاوضه، يبقى هاد عاقل مصدر، زيها made I made منى clean، زيها let I let منى clean. تاخد بالك طالما عاقل المصدر، لكن مع جيت والعاقل لازم يبقى طول المصدر زي I got Mona to clean. اتمنى تكونوا لميتوا القواعد كده زي ما قلناها. عشان كده لما نشوف القاعده بيقول looking forward to making ولا having your house cleaned. طالما في past participle تصريف ثالث يبقى لازم having، لكن لو make هتبقى infinitive مصدر. الجمله اللي بعدها برضو خد بالك من المعنى. Did you have your meal prepared؟ هو انت حصلت على الوجبه بتاعتك جاهزه؟ حد جهز لك الوجبه يعني؟ الاختيار نمبر A بيقول yes I got my mother prepared. got my mother got عاقل وما جابش to، ما تنفعش. نمبر B yes I had my mother to، جاب had وعاقل وto، ما تنفعش. had ما بتاخدش to، بتجيب مصدر على طول. get هي اللي بتاخد to. نمبر C no it was prepared by my mother، عشان تبقى صح كان لازم تبقى الاجابه بيس. لكن لما تبقى نمبر D المعنى بقى no I prepared it myself، لا انا اللي جهزتها بنفسي. تمام. نمبر الاجابه لتر دي اللي هي اخر واحده، بتعمل ستريس على بالظبط كده. نمبر 13 I have my hair cut since ولا I have had my hair cut ولا I will have my hair cut ولا I am having my hair cut. طبعا have بتتغير مع ازمنه، يعني مثلا لما اقول I will have my room cleaned ماشي، ممكن اقول I am having my room cleaned the now، يبقى ممكن تبقى في مضارع، في present perfect، future مستقبل. فعشان كده انت لما تيجي تقول I have my haircut جرامر صح، طب و have had my haircut جرامر صح بس present perfect، will have future، I am having دي حاجة present continuous مضارع مستمر. لكن لما تكمل الجملة هتلاقي عندك كلمة since هنا، يبقى اوتوماتيك على طول انت بتاخد بالك ان لازم يكون قبلها present perfect يعني مضارع تام، فتبقى have had هي اللي صح، اللي هو الاختيار نمبر B. نمبر 14 what made let caused had you to change your mind. لسه قايلين القاعدة made ما بتاخدش to،
ليت ما بتاخدش تو، لكن كوزد بتاخد تو يبقى هي اللي صح، ولو هات برضه ما بتاخدش تو طالما عاقل يبقى الاختيار نمبر سي هو اللي صح. خد بالك طالما انت فهمت القاعده كل حاجه هتبقى واضحه معاك. نمبر 15، مستر رمضان التركي تولد مي ذات، كده بقى ده اندايركت بقى مباشر وغير مباشر. Told me that he plays, had played, has played, was played basket the day before. طبعا احنا عارفين في الدايركت والاندايركت لما بيقول told me او said that يبقى انت كده بتاخد اللي جوه ماضي. الا لو كانت بقى فاكت حقيقه زي ما teacher told me yesterday that the earth is round. اه دي حقيقه وماضي بس اللي جوه مضارع. او يكون في كلمه just now يبقى بره just now told me just now واللي جوه مضارع وارد. لكن هنا دي لا حقيقه ولا told me just now يبقى انت بتتكلم في الجمله رقم 15 Mr. Ramadan told me that يبقى اللي جوه ماضي. please استبعدها. had played okay. has played استبعدها. was played ماضي بس passive فما تنفعش. هنا الجمله active يبقى اختار had played يبقى number 15 الاختيار الصح بتاعها هي letter P تاني اختيار. that's all Mr. Ahmed. thank you. جميل مستر خالد احسنت. ننتقل لمستر صلاح عبد الله ونشوف مع بعض كده بيج نمبر 4. اتفضل مستر صلاح. برضه كمان هنا بنكمل على الدرس دايركت دايركت سبيتش. في جمله 16 مستر خالد عبد الهادي سيد ذات ذي. هنقف هنا عند سيد. في القول عندنا سيد هكمل على طول بعد كده هيجي ايه باست. عندي الاختيار بتاعتي كان سي كود بي سين كود سي هاف سين اول of Cairo from the top of the tower. يبقى هنا هستبعد A letter A و letter D خلاص محتاج past. يبقى هنا ال B أو ال C طبعا دي جملة active يبقى letter C يبقى زي كود C يقدروا يشوفوا كل القاهرة من أعلى البرج. جملة 17 مستر نبيل بكير ودان سبيس his wife had helped him with his preparation for the program called Stairs Online the day before. يبقى يا جماعه كنا محتاجين هنا فعل القول عندي هنا هتبقى الاجابه عندي هنا تشوز بتاعي said told asked ordered طبعا هنا letter A said وكان موجود هنا ما عنديش object كان موجود عندي said that اللي قلنا ممكن نستغنى عن that تبقى said that على طول ما عنديش object يبقى letter A said ما فيش مفعول. جمله اتين مستر خالد عطية say that he ready now to start the lecture. طبعا هنا برضو هنقف عند says قلنا لازم علشان نحل جمل الدايركت والاندايركت سبيتش هنبدا الاجابه والتفكير فيها من فعل القول. اذا كان present هكمل present اذا كان past هكمل ايه past. يبقى هنا فعل القول says يبقى عندي A was had had been is being طبعا هتبقى letter C is. جملة 19 مستر عبد الله told us that Russia space is the biggest country in the world. جملة هنا يا جماعة مهمة جدا ناخد بالنا منها كويس. هنا موجود فعل القول told مفروض اختار past لا مع الفاكتس زي مستر خالد قال قبل كده هنختار present يبقى letter A is. is the biggest country in the world يبقى لو فعل القول كان ماضي مع الفاكتس هختار present simple يبقى هنا الاجابه عندنا letter A is. جمله 20 he the space that he had stolen his uncle's money and said to admitted persuaded promised يبقى هنا letter he letter B he admitted اعترف that he had stolen انه سرق فلوس ايه his uncle. جميل مستر صلاح احسنت. ننتقل لمستر رمضان التركي ونشوف مع بعض كده بيج نمبر 5. اتفضل مستر رمضان. صباح الخير على كل طلبتنا وكل اساتذه اللغه الانجليزيه وكل المصريين ونهنيهم بقدوم شهر رمضان. كل عام وانتم بخير جميعا. هنتبع الدايركت والاندايركت اللي هو في يونت 10 و11 و12. فجمله بتقول نمبر 21 سونيا told me just now that her daughter space upon in the oven. قريت الجمله الله طب انا شفته told me just now told المفروض دي باست بناخد وراها باست اخلي بالي بقى من just now. احنا بنقول للطلبه لو لقيت في الجمله now لو لقيت في الجمله just now لو لقيت في الجمله a moment ago لو لقيت في الجمله a short time ago حتى لو لقيت just لوحدها لو سمحت انا كده بحافظ على زمن الجمله لا التزم بقى بالباست باست والبريزنت بريزنت. هقرا جملتي بقى كويس كده سونيا told me just now that
her daughter space upon in the oven. هل هاد هل هحولها الباست؟ هي بتقول دلوقتي انها عملت عندها كيكه في الاوفن دلوقتي وعملها في الباست، ولا هاز ولا هاد هاد ولا وز. طبعا لو انا مركز كويس في جاست ناو انا بحافظ على الزمن، يبقى هنختار letter B. دي اول جمله. 22 هل اسكت علا؟ يا جماعه لو سمحتوا الدايركت والاندايركت، اسكت wanted to know wonder كل ده لو سمحت انا بجيب وراها الكويستشن وير او اف او ويذر، لازم احط وراها سبجكت والفيرب، بحول الجمله من سؤال لجمله. يعني السؤال بيتحول لايه؟ لجمله. يبقى انا عندي الكويستشن وير وعندي السبجكت وعندي الفيرب مباشره. يبقى هل اسكت علا ذا فولوينج ماندي، دي جمله في الفيوتشر. طب وات ويل شي دو، لو انا حطيت وات ويل يبقى ده سؤال. طب ليتر بي وات وود شي دو، برضه ده سؤال. يبقى انا عندي يا اما ليتر سي يا ليتر دي، وات شي وود دو او وات شي ويل دو. الجمله هنا اسكت في الباست، يبقى انا هختار ليتر سي وات شي وود دو. نمبر 23 هشام اسكت مي، احنا اتفقنا ان مع اسكت ومع وندر اف وذر او كويستشن وير. هبص على جملتي كده، وذر اول واحده دي الطقس، ودي من الاخطاء اللي بتيجي جدا والطلبه بتقع فيها، ما بتبقاش واخد بالك ما بتكملش الجمله. دي الطقس وذر، وعندي انليس وعندي اف. طب انا شطبت وذر وانليس، انليس فولود باي سنتنس، وذر دي الطقس دي مستبعده. طب انا عندي هنا وذر وعندي اف، هقرا بقيه الجمله بقى عشان تبقى الاجابه بتاعتي صح. هشام اسكت مي سبيس اي ووك تو سكول اور نوت، حط خط على اور نوت. اما الاقي اور نوت في الدايركت والاندايركت انا بختار مين؟ وذر. بلا تفكير انا بختار مين؟ وذر. يبقى ليتر بي. مريم اسكت مي وذر وي تو ذا بارك، اسكت في الباست برضو. طب المفروض الجمله دي في الاصل شال وي جو تو ذا بارك، ده اقتراح. شال هل احنا هنروح؟ شال وي جو تو ذا بارك، هل احنا هنروح المنتزه؟ اقرا جملتك، مريم اسكت مي وذر وي تو ذا بارك. يبقى انا هستبعد شال وي جو عشان اسكت في الباست، واستبعد ويل يو جو عشان اسكت في الباست. يبقى انا عندي يا اما ونت يا اما شود جو، واحنا قلنا الاصل في الجمله ايه؟ شال وي جو. طب انا بحولها في الباست ازاي؟ يبقى وي شود جو ليتر اي. اخر جمله في البيج دي 25 ذا تيشر وونتد تو نو ويتش اكزام اي. اول ما شفت وونتد تو نو دي في الباست برضو نفس الكلام، واحنا متفقين ادوات الاستفهام وراها السبجكت والفيرب. يبقى هل اي باست؟ اي هاف باست، اي هاد باست، اي ام باست. وونتد تو نو في الباست، ويتش اكزام اي هاد باست. يبقى ليتر سي. احسنت مستر رمضان. ننتقل لمستر محمد منصور ونشوف مع بعض بيج نمبر 6. اتفضل مستر محمد. Good afternoon my little birds. مساء الخير على اولادنا وبناتنا طلاب الثانويه العامه في كل مكان. في ظل ظروف الكورنتاين الحجر الصحي والكارفيو وحظر التجوال، احنا وعدناكم من اول السنه ان احنا نكون معاكم دايما. في ظل الظروف دي برضو احنا موجودين ومش هنسيبكم لحد الامتحان. نركز مع بعض في الجمل اللي بنحلها دلوقتي وان شاء الله يكون في استفاده كبيره. الجمله نمبر 26، الجمله رقم 26، she wants to know وجاب لي سبيس، هي تريد ان تعرف. قلنا نركز قوي احنا بنحل في الريبورتد سبيتش على فعل القول اللي بيبقى خارج الاقواس. هنا فعل القول wants to know، الفيرب هنا مضارع. احنا قلنا زي ما مستر خالد قال ان في ثلاث حالات بستخدم فيهم الجمله جوه مش ماضي. ايه هم الثلاث حالات؟ اذا كان فعل القول بره مضارع وعندي هنا wants، او اذا اي نوع من انواع المضارع، ممكن يبقى wants، ممكن يبقى has wanted، او مستقبل على فكره ممكن يبقى will want اذا كان فعل القول مضارع او مستقبل. ما بختارش جوه الماضي. ثانيا احنا هنا في الحاله الاستفهاميه، لما بلاقي inquired، لما بلاقي asked، لما بلاقي wants to know، لما بلاقي wondered، اي حاجه في دول ببقى عارف انها حاله استفهاميه. فبلاقي اداه الاستفهام ثم السبجكت الفعل ثم الفيرب، وبما ان الفعل بره مضارع يبقى لازم الجمله جوه ما تبقاش ماضي. فانا عندي how much did my car cost غلط، لان هنا في فعل مساعد. how much does my car cost غلط، برضو في نفس الفعل المساعد. اجابتي how much my car cost و how much my car costs. واحد يقول لي الاثنين هنا مضارع، هقول له ازاي؟ يقول لي cost مضارع والماضي منها برضو cost. اعرف منين هاخد cost ولا costs؟ فين السبجكت بتاعك؟ my car. my car ده مفرد، لما يكون عندي السبجكت مفرد في البريزنت كلنا عارفين بيبقى الفيرب بلس اس، يبقى how much my car costs. نمبر 27، I had وجاب لي space you where I saw the criminal and you wrote down his name on a piece of paper. هنلاحظ ان كل الجمل اللي كنا بنحلها بيجيب لي هو فعل القول بره وانا بختار جوه الجمله زمانها ماضي او مضارع. المره دي هو اختلف معايا الموضوع، جايب لي السبيس هنا في فعل القول. يا ترى اختار said عشان تبقى جمله خبريه، ولا asked جمله استفهاميه، ولا inquired جمله استفهاميه، ولا told؟ لاول وهله اي طالب هيبص على الجمله دي بمجرد ما بيلاقي where كاداه استفهام
بيفكر ان الاجابه بتاعته هتبقى asked او inquired ويبدا يشغل باله. asked بيجي بعدها مفعول، inquired ما بيجيش بعدها مفعول، فطالما ما فيش مفعول يبقى انا هختار كلمه asked. طبعا اجابتك غلط لان انت ما ترجمتش الجمله. I had a you where I saw the criminal. هنا في I بعد where. انا سالتك اين انا رايت المجرم ولا انا اخبرتك اين انا رايت المجرم؟ طبعا انا هنا اللي قلت لك انا اخبرتك، دي statement، دي جمله مش سؤال. واللي اكد لي كمان ان في اخر الجمله قال لي and you wrote down his name، وانت كتبت اسمه على ورقه. طبعا دي جمله خبريه مش استفهاميه، يبقى الاجابه بتاعتي letter D told. number 28 can you tell me. طبعا هنا الجمله دي محوله. ناس كتير تقول لي ازاي جمله محوله وفي الاخر question mark. هقول لحضرتك question mark محطوطه لان الجمله بتاعتي بادئه بكان، كان هنا معناها هل، انما كل الجمل اللي فاتت she wants to know او I had بادئين بسبجكت، فعشان كده في فول ستوب في الاخر. فمش معنى ان في question mark يبقى الجمله دي مش محوله، لا طبعا دي جمله محوله لان مفيش inverted commas الاقواس اللي موجوده عندي. وبما ان كان هنا عندي مضارع يبقى هشتغل الفاعل رقم واحد والفعل رقم اتنين وزمنه مش ماضي. يبقى when does the train leave غلط في does، when did the train leave غلط في did، when the train leaves when will the train leave. طبعا هاخد when the train leaves عشان الفاعل رقم واحد والفعل رقم اتنين بعده. number 29 my friend is suggested وجاب لي space to the sports club after school. نركز مع بعض، انا ممكن ابدل في الحالة الخبرية الفعل القول اللي عندي، مش لازم يكون دايما told او said او said to، ممكن اجيب admitted suggested، ممكن اجيب اي فعل من الافعال. بس هنلاحظ هنا ان suggested مفيش بعدها subject، مفيش بعدها فاعل، يبقى اكيد بيجي بعدها الفيرب بلس اي ان جي، يبقى my friend is suggested going to the sports club. الجمله نمبر 30 اخر جمله في الصفحه the teacher suggested that، ولقطه مهمه جدا suggested that insisted that recommended that it's important that. بمجرد ما الاقي suggest مفيش بعدها subject فاعل اجيب اي ان جي، لكن لو لقينا suggested that وجايب لي subject فاعل عندك اختيارين، يا تجيب لي should والمصدر يتجيب لي infinitive فعل في المصدر بس. يبقى الإجابة بتاعتي the teacher suggested that we do، حتى لو الفاعل كان he أو she جيب الinfinitive الفعل في المصدر. that's all مستر أحمد. جميل، أحسنت مستر محمد. ننتقل لمستر نبيل بكير ونشوف مع بعض بيج نمبر 7. تفضل مستر نبيل. نمبر 31 سيد recommended to trying that try the ice cream. فايد recommend معناها يوصي بي، يمدح، يحبذ، يرشح. بيجرى لو ما فيش بعديه ذات يبقى بعديه جيرند، لو جالي بعديه ذات يبقى بعديه سبجكت والانفينيتيف، او ذات وسبجكت وشود والانفينيتيف. ده مهم جدا جدا على فكره. انا بقول هنا سيد ريكومندد ما فيش عندي ذات، يبقى سيد ريكومندد تراينج الايس كريم. لكن لو في بعديها ذات يبقى في جمله كامله، يعني مثلا ذا سكرتري recommended that I doctor the documents. دكتور هنا بمعنى falsify يعني يزور. أو the secretary recommended that I should doctor the documents. ده لو جالي بعدها ذات. يعني لو جالي بعدها ذات يعني في infinitive أو في should infinitive. يبقى الإجابة trying. number 32 مستر نبيل ordered us. ordered وadvised وهو الى اخره. الحاجات دي بتيجي بعدها object وبعد كده to المصدر لو جمله affirmative مثبته، ونوت to المصدر لو جمله negative. مستر نبيل ordered us started running around the park. الاجابه طبعا جمله سهله ما فيهاش من حاجه مباشره. مستر نبيل ordered us to start. number 33 the top banana. top banana مقصود بها هنا the big boss، رئيس الكسب، رئيس المشروع، الرئيس الكبير، كبير القاعده. the top banana recommended suggested threatened said to make us stay in late if we didn't work harder. واضح ان الجمله فيها اسلوب تهديد، يبقى الجمله كده واضحه جدا threatened. 34 my parents advised me they ordered me. يا اما to المصدر ده لو affirmative ونوت to المصدر لو جمله negative. my parents advised me to not take this hot money. طبعا هنا my parents advised me طبعا to not take الجمله مقلوبه، not to take هي الاجابه الصح، not take ناقصه to، don't take غلط خالص. الاجابه طبعا my parents advised me not to take this hot money. طبعا hot money مش معناها فلوس سخنه، لا معناها illegal money، فلوس غير شرعيه، فلوس
مزوره هنا. نمبر 35 مستر احمد السعيد سجستد ذات فهد، اقترح ان فهد ويل اتند مي اتند الاتندنج شود اتند ذا ميديكال كونفرنس، يحضر المؤتمر الطبي. لسه قايلين من شويه يا جماعه مستر قال قبل كده مستر محمد قال سجست، لو جالي بعديها ذات بعديها جمله كامله يا اما انفينيتيف يا اما شود الانفينيتيف، يبقى الاجابه طبعا هنا مستر احمد السعيد سجستد ذات فهد شود اتند ذا ميديكال كونفرنس. احسنت مستر نبيل. ننتقل لمستر خالد عطيه ونشوف مع بعض كده بيج نمبر 8. اتفضل يا مستر خالد. بيج نمبر 8 يا جماعه هنبدا كده مع بعض نمبر 36. اوكي مايا ادميتد سبيس ا ميستيك اند سيت سوري. مايا اعتذرت قالت سوري فاعترفت انها غلطت يعني. تكمله لكلام الاستاذ الافاضل طبعا ان في بعض افعال فولود باي تو انفينيتيف اند اذر فيربس ار فولود باي جيراند. احنا حافظين ان ادميت ده followed by gerund ing وبالتالي making to make make with making طبعا مالناش دعوه with مالناش دعوه preposition. اوكي admitted making make a mistake بمعنى يرتكب خطا. نمبر 37 we don't have any bread because Ali forgot space some from the bakers. نحاول نفهم المينينج. بيقول احنا ما عندناش عيش عشان علي نسي يشتري. تمام احنا خدنا ان forgot او forget ايا كان التصريف يعني followed by two infinitive or gerund. لو خدنا تو مصدر معناها he forgot to do the action نسي يعمل الحاجة أساسا. لو خدنا forgot وراء ان يجي معناها someone did something and forgot that حد قام بشيء ونسي. طب هو بيقول احنا ما عندناش عيش يبقى هو نسي الأكشن أصلا ما عملش الشيء ده عشان كده نمبر بي علي forgot to buy. طيب what about 38 38 هتبقى on my way to school my father stopped a newspaper. stop طبعا من الأفعال مهمة جدا followed by two infinitive بيجي ورا تو مصدر في الحاله دي بيبقى معناه توقف to do something عشان اعمل حاجه. وستوب لو ورا جيرند ing يعني معناه to stop doing something يتوقف عن فعل الشيء ده اصلا. طب هي معنى الجمله ايه؟ وانا مروح بابا وقف عن شراء الجرائد ولا توقف لكي يشتري الجرائد؟ فكلمه لكي ببساطه يعني تو. يبقى the answer is to buy. يبقى number 38 is A. 39 39 بتقول Do you mind helping me space the letter from English into Arabic? Translate to translating, translated, translating. طبعا help بصفة عامة followed by infinitive or to infinitive. يعني قول help me do my homework صح. Help me to do my homework برضو صح. إذا هنا يا إما translate يا إما to translate. أنا ما عنديش to مصدر. وبالتالي الإجابة بص على الاختيارات تاني. أيوة number A translate. The 39 A. 40. Sonia forgot the medicine, so she took it again unnecessarily. سونيا نسيت انها تاخد الدواء وبالتالي شربت الدواء بلا داعي مره ثانيه. تمام؟ نفس الكلام forgot. لو خدناها تو مصدر معناها ايه؟ forgot doing something. نسيت تعمل حاجه اصلا. لو خدنا forgot وجيرند معناها someone did something then he forgot. حد قام بفعل ونسي. فبما يقول بما انها خدت الدواء مرة تانية بلا داعي يبقى نسيت انها خدت المرة الأولانية الدواء وبالتالي سونيا forgot taking number B. Okay. That's the answers. أحسنت مستر خالد. ننتقل لبيج نمبر 9 مع مستر خالد عبد الهادي. تفضل يا مستر خالد. Thank you مستر أحمد. Sentence number 41 جملة رقم 41 ركز فيها كده برضو تكملة لكلام زمايلنا الخاص بالافعال اللي بيجي وراها تقول مصدر والافعال اللي بيجي وراها ان جي. انت لو حافظهم بتبقى سهل عليك الا اذا كانت حاجه محتاجه ساعات بتاخد تو مصدر واي ان جي في نفس الوقت بتحتاج منك شرح او انك تبقى فاهم الفرق بينهم زي كده ما مستر خالد قال لنا. نيجي لنمبر 41 as I walked past his office I heard him heard مفعول يبقى دي من الافعال اللي بتاخد اي ان جي يبقى I heard him على طول talking طالما انت عارف ان دي من الافعال اللي followed by gerund او دي من الافعال اللي بيجي وراها تو المصدر زي مثلا الفعل want I want to drink I want to travel I want to play football لازم want يبقى لازم تو مصدر. لكن زي ما قلنا مثلا suggest وزود subject يبقى ing كلمة admit على طول ing فدي حاجات بتبقى محفوظة ومعروفة. نيجي للجملة number 42 Mother Teresa developed her life to طبعا كتير جدا من الطلبة هيقول بس تو يبقى ناخد مصدر help. لا خد بالك من كلمة helping ده ابوه لان في بعض الحاجات بتبقى اكسبريشنز كده على طول زي due to devoted to contribute to
owing to دي من الحاجات اللي بيجي وراها ing. لو انتوا عارفين كلمه look forward to برضو اخرها to بيجي وراها ing. عارفين used to بيجي وراها مصدر، لكن قلنا is used to يبقى ing. يعني مش دايما to يبقى مصدر، لا ممكن تلاقي to وتلاقي وراها ing مع بعض الكلمات زي اللي انا قلتها كده من شويه. عشان كده كنت بقول خلي معاك ورقه وقلم عشان تكتب الحاجات دي. نمبر 43 you ought to ولا might not have ولا mustn't have ولا shouldn't have put your coat in the floor now it's dirty. طبعا انتوا عارفين ought to بتساوي should. you ought to I advise you you should it's my advice to you كل دوت بيساوي بعض. might not have دي انت خدت قبل كده may have و might have ما خدتش might not have دي. خدنا must have و can't have ما خدناش حاجه اسمها mustn't have. لكن انت عندك في حاجه اسمها should have و shouldn't have. يعني اقول واحد you should have studied كان المفروض تذاكر هو كده ما ذاكرش. لكن لما اقول له you shouldn't have parked here ما كانش المفروض تركن هنا هو ركن. فانت لما بتبقى عارف معناها ان ما كانش المفروض تعمل كده هنا you shouldn't have put your coat ما كانش المفروض تحط البلطو بتاعك هنا على الفلور عشان هو اصبح dirty. طبعا واضحه. نمبر 44 نمبر 44 بيقول لي you mustn't you can't you don't need you needn't wash the car the man at the garage will wash it tomorrow. عايز يقول لي مش محتاج تغسل عربيتك لان الراجل هيغسلها بكره. مش محتاج يبقى انت عندك حاجتين. طبعا انا هستبعد mustn't to can't. يبقى عندك don't need بس دي محتاجه تاخد to you don't need to. لكن لو هتستخدم needn't بس بيجي وراها infinitive يبقى هي needn't هي اللي صح اللي هي اخر واحده later دي. جمله نمبر 45 45 خالد is feeling ill. خالد حاسس انه تعبان. I think he اعتقد انه هو should ought must can. لو ركزت كده في الجمله هتلاقي ان should بيجي وراها infinitive must بيجي وراها infinitive can بيجي وراها infinitive مصدر يعني. لكن هنا في to see a doctor. طالما في to يبقى هي الاختيار الوحيد اللي واضح جدا اللي هي ought to اللي قلنا بتساوي should بمعنى ينبغي. That's all مستر احمد. احسنت مستر خالد. ننتقل لمستر صلاح عبد الله ونشوف مع بعض بيج نمبر 10. اتفضل مستر صلاح. جملة 46 يا جماعة he space a taxi but he preferred to walk home yesterday. عندي في الاختيارات عندي letter A can take could take could have taken must take. طيب احنا اتفقنا ان هنا في عندي yesterday في السؤال يبقى خلاص هتعامل مع الباست. يبقى عندي letter B و letter C هستبعد ال A وال D عشان احدد شغلي كويس. could take معناها استطاع فعل شيء في الماضي. هل هو فعلا اخذ تاكس او could have taken ام كان في امكانيه انه ياخذ تاكس لكن ما خدش تاكس فضل راح مشي. يبقى الليتر سي could have taken a taxi كان ممكن ياخد تاكسي لكنه فضل يروح البيت مشي. يبقى ناخد ليتر سي. 47 you smoke here it is a smoke free area. في الفراغ عندنا سموك هير دي منطقة خالية من الدخان مفيش تدخين. يبقى will have to ولا can smoke ولا won't have to smoke ولا mustn't. طبعا هنا يبقى letter D you mustn't smoke here. هنا الحظر والمنع والتحريم مفيش هي تدخين عشان دي it is a smoke free area. يبقى letter D mustn't. 48 diabetic patients space to eat sugar free food. الناس مرض السكر ان ياكلوا طعام خالي من السكر. يا ترى mustn't aren't allowed are allowed are forbidden. طبعا يبقى هنا letter C are allowed مسموح لهم to eat ان هم ياكلوا طعام خالي من السكر. 49 do you wear a uniform at your school. هنا السؤال هنا دو هل من الضروري ان ترتدي ازاي في المدرسه بتاعتك. طبعا هنا طالما هنا دو داز دي طبعا هستبعد هاف جوت وهستبعد ماست. يبقى عندي ليتر بي وليتر دي. طبعا كان ممكن ناخد ليتر بي لو عندي تو لكن هنا يبقى هنا الاجابه عندنا دو يو هاف تو وير دو يو هاف تو وير ا يونيفورم ات يور سكول ليتر دي. 50 وي سبيس اول ذا كيك فور ذا بارتي only two people came. برضو جملة دي جماعة مهمة جدا بيقول هنا ان كل كيك ده for the party احنا في بس اتنين اللي جم الحفلة. طبعا هنا في came ماضي يبقى هستبعد
letter D. Didn't have to buy. Didn't need to buy. Needed have bought. طبعا letter C. Needed have bought. ما كانش ضروري نعمل شيء احنا عملناه. برضو تعبير مهم جدا. Needed have bought. ما كانش ضروري نشتري كل الكيك ده لان في اتنين فقط لجم. لكن كان شيء مش ضروري. لكن بالفعل قمنا بيه. يبقى letter C. Needed have bought. احسنت مستر صلاح. ودي كانت اهم الجمل اللي احنا خدناها على الجرامر من يونت 8 تو يونت 14. هنكمل طبعا اهم الكلمات اهم الجمل اللي احنا مجمعينها على كلمات برضو على نفس الوحدات بس بعد الفاصل. استنونا. ورجعنا لكم تاني ونشوف مع بعض كده اهم الجمل اللي احنا مجمعينها على الفوكابلري في اليونتس من 8 ل 14. نرجع مع مستر رمضان التركي. اتفضل مستر رمضان. ونستاذن المخرج يجيب لنا بيج نمبر 1. اتفضل مستر رمضان. تمام. نصيحتي القويه جدا للطلبه اتس ادفايزبل تو هاف ا لوت اوف فوكاب وورد تو انثر ويل. لازم عندك حصيله كلمات كويسه جدا عشان تحل كويس. ده اساسي. يبقى لازم الطالب يحفظ كويس جدا عشان يحل كويس والا الفوكاب هيعدي منك في الامتحان تماما يعني. نمبر 1 today is the tenth space when we moved into our house. النهارده كان ايه هو حط رقم the tenth العاشر ان احنا عزلنا البيت بتاعنا. انتيكتي ولا انيفرساري ولا ديت ولا يير. الناس اللي عارفه المقارنه بين الايفنت والانيفرساري. الايفنت ده الحدث نفسه والانيفرساري دي الذكرى السنويه عددها ورقمها اللي احنا بنقوله. فصح طبعا الذكرى العاشره انيفرساري. ليتر بي. نمبر 2 ships can see where to go at night. السفن بتعرف هي رايحه فين بالليل. And in bad weather وفي الطقس السيء because they have. السفن تستطيع ان ترى اين يذهبوا في الطقس السيء عن طريق استخدام هل الرادار ولا الرافتس ولا البولز ولا البوزيشنز. هل عن طريق الرادار ولا عن طريق الرافتس المراكب الصغيره ولا البولز قديم معدني صغير ولا البوزيشنز الوضع او الاماكن بتاعتنا. طبعا عن طريق الرادار. تمام. نمبر 3 the secretary secretary the teacher's lesson to say that he had an important phone call. السكرتير عمل ايده على المدرس عشان تقول له انت عندك اتصال مهم جدا. اكيد قطعته. هل interrupted ولا interpreted ولا broke ولا invited. طبعا interrupted يقاطع حديث او حوار. letter A. نمبر 4 our house has been much less hot since my father space air conditioning. البيت بتاعنا بقى الحراره بتاعته قلت قوي قوي من ساعه بابانا ما عمل ايه. اكيد هيبقى ركب تكييف. اختياراتنا هل بوت يضع ولا ديد يفعل ولا انستولد يركب ولا مين. طبعا ليتر سي انستولد. نمبر 5 اتس اميزنج. من المدهش اتس اميزنج هاو سام انيمال كان ان ذا ديزرت. هل من المدهش ان الحيوانات بتموت ولا بتعيش في الصحراء. سيرفايف تبقى حيه ولا سيرفي مشروع او خطه او بحث ولا الايف على قيد الحياه ولا ضاي تموت. طبعا الاختيار بتاعنا ليتر اي تبقى حيه في الصحراء. جميل. احسنت مستر رمضان. ننتقل لمستر محمد منصور ونشوف مع بعض بيج نمبر 2. اتفضل مستر محمد. نروح مع بعض الجمله نمبر 6 وناكد على الناس وانت بتحل الجمل اللي في الامتحان عندك 13 عندك 30 sentences 30 جمله في الامتحان 15 based on grammar 15 بيبقوا مبنيين على الاستراكشر و15 based on vocab على الكلمات. مهم جدا انك تترجم وانت بتحل. واهم حاجه ان انت لو في كلمه وانت بتحل الاربع اختيارات حاول ان انت اكسكلود تستبعد الكلمه الغلط يعني تستبعد الحاجات اللي مالهاش علاقه بالموضوع. يعني مثلا نمبر 6 scientists think that there is a gap space between pollution and climate change. العلماء بيعتقدوا ان في ايه ما بين التلوث and climate change والتغير المناخي. join هنا فعل بمعنى يربط. connected صفه بمعنى متصل. link verb بمعنى يربط. وnoun بمعنى ارتباط او اتصال او علاقه. secret بمعنى سر. يبقى العلماء بيعتقدوا ان في a link علاقه ما بين pollution التلوث and climate change والتغير المناخي. number 7 it's not always easy to get a mobile phone space in the desert.
ليس دائما من السهل ان تحصل على ايه خاص بالتليفون ان ذا ديزرت في الصحراء. هل يا ترى الساين اللي هي علامه او لافته في الشارع، هل هي النويز ضوضاء، ولا السيجنال اللي هي الاشاره الخاصه بالتليفونات، ولا سايد يعني جانب؟ طبعا الاجابه ليس من السهل ان تحصل على اشاره لاسلكيه خاصه بالتليفونات، يبقى الاجابه سيجنال ليتر سي. نمبر 8 there is water on the floor، في ميه مرميه على الارض. There must be a، مؤكد ان في، وجاب لي سبيس from the washing machine، من الغساله. يا ترى لك بمعنى حظ، ولا لوك بمعنى يغلق او قفل، ولا ليك بمعنى يسرب او تسريب، ولا ليك بمعنى بحيره؟ طبعا الاجابه هتكون letter C، لان في تسريب من الغساله هو ده اللي بيسرب الميه. ما ننساش ان في كمان كلمه اسمها lack L-A-C-K بمعنى نقص، بتساوي shortage. Number 9 we don't know much about the bottom of the oceans because some of them have not been، وجاب لي سبيس. احنا ما نعرفش حاجات كتير جدا عن قاع المحيطات لان بعضهم haven't been. يا ترى explained ولا explored ولا existed ولا found؟ طبعا الاجابه explored، ما نعرفش حاجات كتير عن قاع المحيطات لان بعضهم لم يتم استكشافه بعد. اوعى تنسى الفرق بين invent و discover و explore. invent يخترع شيء لم يكن موجود من قبل، discover يكتشف شيء كان موجود وليكن الادويه، اما explore يستكشف شيء عن طريق البحث والسفر. الجمله نمبر 10 ذاتس، وقبل سبيس هوتل، ات ذا بيجست بيلدينج ان ذا سيتي. ذاتس ا، وقال لي جاينت ولا ماس ولا هوستايل ولا تايني؟ طبعا ذاتس ا جاينت هوتل، هذا فندق عملاق كبير. اتس ذا بيجست بيلدينج، اللي عرفني ان الاجابه بتاعتي جاينت لان في الجمله كلمه بيجست، تلاقي جاينت تلاقي انورمس تلاقي هيوج، كلهم اجابات صح. احسنت يا مستر محمد. ننتقل لمستر نبيل بكير ونشوف مع بعض بيج نمبر 3. اتفضل مستر نبيل. برضو هنتابع برضو يا جماعه الفوكاب، لازم يكون عندك حصيله فوكاب كويسه عشان تعرف تحل في الامتحان. تاني حاجه بديك نصيحتي باعتبار اني دارس بقالي 40 سنه، يعني اي فوكاب خارج المنهج ما تبصلوش، ركز على الفوكاب بتاع الدروس. نمبر 11 the color of this new car، اللون بتاع العربيه الجديده دي is ideal، hopeless، horrible، ordinary، I don't like it at all. ده في الاخر بيقول I don't like it at all، مش بحبه على الاطلاق يعني كارهه. هل هيبقى ايديال مثالي؟ هل هوبلس؟ هل هوربل؟ هل اورداني؟ الاجابه طبعا هوربل، بشع فظيع وحش. يبقى الاجابه لتر سي يا جماعه، نمبر 11 لتر سي هوربل. نمبر 12 التكس مين اورز، بيستغرق عده ساعات فور ذا روكت، بالنسبه للصاروخ تو جيت ذا سبيس، جو ذا سبيس، ريتش ذا سبيس، ترافل ذا سبيس. لو بص للجمله كلها هنا It takes many hours، يستغرق عدة ساعات for the rocket to get، المفروض get to the space، مفيش حرف جر، go to the space على الأقل، travel to the space، مفيش to. الفيرب هنا reach، هنا ما خدش حرف جر في الجملة، الإجابة reach the space على طول. Number 13 the rocket will be launched taken kept led into space tomorrow morning، الروكت ده هيطلق إلى الفضاء tomorrow morning. كلمة أشهر كلمة في الدرس معروفة launched، في لانش يعني يطلق صاروخ، يطلق قمر صناعي، يطلق حملة، يطرح في الأسواق للبيع. لتر A 14 You should only phone 123 تتصل ب 123 إن أي طالب هيعرفها. Emotion عاطفة، emergency طوارئ، ambulance عربية إسعاف، situation موقف طبعا أكيد emergency. لتر B Number 15 I can talk to you، مش هقدر اتكلم معاك now because I am about to go out، ولا I am off to go out، I am over to go out، I am away to go out، حتى بالسنس كده يا راجل، I am about to go out، على وشك يعني. That's all. جميل مستر نبيل، احسنت. ننتقل لمستر خالد عطية ونشوف مع بعض بيج نمبر 4. اتفضل مستر خالد. طيب بالنسبه يا جماعه البيج نمبر 4، انا بس حابب اكد على كلمه مهمه قوي مستر نبيل، وانت بتختار الجزء اللي على الكلمات ركز على الكلمه اللي انت خدتها في المنهج، حتى لو مش عارف الجمله بتقول ايه واختارها، لان هو عاده بيسال فين في كلمات المنهج. تعال نقول يعني طريقه مثلا مش حلوه وكده، لا هو مين يقدر يحدد الكلمه دي خدها في المنهج او ما خدهاش؟ اللي مذاكر وحافظ ولا اللي مش مذاكر؟ اللي مذاكر، لان اللي مش حافظ الاربع كلمات بالنسبه له جداد، اما اللي حافظ الكلمات عارف ان الكلمه دي نمبر بي عدت عليها او نمبر سي عدت عليه. تمام، فياريت هو بالظبط لو انت في جمله مش عارفها خلاص انت بقى ورزقك كده، ركز على الكلام اللي خدته. طيب نبدا جمله نمبر 16 سوا، يلا. We can't play this computer game because the space don't work.
بيقول مش هنقدر نلعب عشان ايه مش شغال. Contents, Crew, Crops, Controls. تمام؟ يعني لو قلنا ركزنا على الكلام اللي خدناه في المنهج، جملة مشهورة وكلمة مشهورة قوي، أكيد آخر كلمة Controls هي الأنسر اللي هي Number D. يبقى Number 16 D Controls اللي هي مفاتيح التحكم أو المفاتيح أو الدراع اللي بنلعب بيه أو أو. 17 بتقول The teacher asked us to discuss the pros and of artificial intelligence اللي هو الذكاء الصناعي اللي هو الماشينز والحاجات دي. تمام؟ طيب لو حاولنا نفهم الميننج كده، المدرس قال لنا نناقش pros and، دي جملة مشهورة قوي اللي هي benefits تمام وdownsides وadvantages، الكلمات دي كلها خدنا معاها كلمة اسمها pros and ايه لو فاكرين. بص في الاختيارات benefits, cons, advantages, content، اكيد احنا فاكرينها pros and cons number B. pros and cons اللي هي مزايا وعيوب. تمام. 18 the police don't know that of the accident in the street yesterday، البوليس مش عارف سبب الحادثة ايه. طيب لو بصينا في التشويسز سبب الحادثة تنفع نمبر بي ريزون ونمبر سي كوز. يمكن من زمان وانت عارف ان ريزون حرف جرها بريبوزيشن اللي هو ايه فور، اما كوز بريبوزيشن حرف جر بتاع كوز اوف، وبالتالي نمبر 18 هتبقى رقم سي كوز اوف عشان كلمة كوز. نمبر 19 The light from the sun that damaged our skin is space. You can't see it. بيقول الضوء من الشمس أو الأشعة الشمس اللي بتدمر أو ممكن تضر جلدك هي أشعة إيه بقى؟ You can't see it يعني ما نقدرش نشوفها. وبالتالي هي interrupted ولا informed ولا irrational ولا invisible. برضه أرجع أقول لك لو أنت ركزت على الكلام اللي أنت خدته، أنت خدت نمبر 1 interrupt وخدت الأخيرة invisible. يمكن دول أكتر كلمتين خدناهم. تمام؟ يبقى هي اما ايه يا اما دي. لو انت اوريدي حافظ بقى عارف اكيد ان كلمه invisible بمعنى غير مرئي، something that you can't see. The air around us is invisible، زي ما اقول الهواء غير مرئي مش باين. يبقى number 19 is D. The last one اخر جمله، عينك معايا كده على الشاشه. We get the signal for our mobile phones from that tall space on the hill. لسه المستر كان بيقول ان signal of the mobile اشاره التليفون بناخدها من حاجة اسمها أبراج البث، البرج يعني أو اللي بيدينا الإشارة بيسموه ماست أو فون ماست. إذن إجابتها نمبر بي فون ماست. These are the answers. أحسنت مستر خالد. ننتقل لمستر خالد عبد الهادي ونشوف مع بعض بيج نمبر 5. تفضل مستر خالد. بيج نمبر 5. ثانك يو مستر أحمد. في بيج نمبر 5 طبعاً زي ما زمايلنا كده كلموكوا أساتذتنا بيقول لك حفظك لكلمات المنهج بيريح كتير جدا. بيجي لنا زي ما مستر محمد منصور برضو قال لنا 31 جملة، بيبقى طبعا نصهم كلمات ونصهم جرامر. خد بالك ان الكلمات بس مش بتنفعك في الاختيار، كمان في الباسج، في الترانسليشن، في رايتنج باراجراف وهكذا. فاهتم جدا 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 بحفظ الكلمات. نيجي لي نمبر 21 I like to do space work at the hospital. I don't get paid but I enjoy helping the people there. وبقول انا بحب دايما اشتغل واعمل اعمال ايه في المستشفيات بس ما باخدش عليها فلوس. I don't get paid. طالما I don't get paid يبقى هو بيعمل عمل تطوعي. فلويال ورويال دي كلمة بعيدة خالص. في اللويال ورويال دي وافي او ملكي، فريلانس دي لما يكون هو بيشتغل شغل حر، فولنتري عمل تطوعي. حافظ الكلمات اتس اوكي. يبقى هي فولنتري واضحة جدا، لو عمل تطوعي ما باخدش عليه فلوس. Hopeful طبعا بمعنى شيء مؤمن او كده. Number 22 فوزي enjoys working at the hotel. بيستمتع جدا فوزي بشغله في الفندق. But ولكن the space is that it's a long way from his home. هو بيحب شغله في الفندق ولكن بقى الجانب السلبي، الحاجة الوحشة ان هو بعيد عنه عن البيت قوي. يبقى the downside ولا upside ولا benefit ولا pros. طبعا لو جبنا كده بنستبعد لو قلنا بروس دي يبقى بروس اند كونز، وطبعا دايما بتيجي مع بعض، لكن دي معناها مميزات. بينيفيت يعني فوائد، ابسايد يمكن نقول ايه ابسايد داون يعني راسا على عقب، لكن لما تقول ذا داون سايد هي معناها الجانب السلبي. فطبعا يبقى ليتر ايه هو الاجابه الصح. نمبر 23 وي ار جوينج تو انترفيو ذا فايف بيست فور ذا جوب. طبعا احنا هنعمل مقابله شخصيه مع احسن ناس متقدمه للوظيفه دي. applications ده الناون
appointments دي معناها مواعيد. employers دي معناها أصحاب العمل. applicants هو معناها المتقدم لوظيفة. فخد بالك في طلبة كتير بتجري على كلمة employers، employer صاحب العمل، employee اللي هي آخرها دبل إي معناها هو العامل أو الموظف، employment توظيف، unemployment البطالة. لكن لما تركز في جملة احنا هنعمل مقابلة مع مين؟ مع الابليكانس المتقدمين للوظيفة، يبقى letter D هي الإجابة الصح. عشان كده لازم تفهم معنى الجملة. Number 24. A lot of tourists stay at that hotel because it had a good. ناس كتير من السياح بيحبوا يقعدوا في الفندق ليه؟ عشان هو has good A reputation, reputation, research, representative. طبعا حفظك للكلمات بيوضح فندق عنده سمعة كويسة، يبقى reputation اللي هو نمبر A هو اللي صح. أما reputation تكرار وresearch بحث وrepresentative مندوب عن شركة ممثل عن حد ما ينفعوش طبعا، يبقى letter A هو الاختيار الصحيح. Number 25 and the last one. My grandfather left his house to my parents in his. جدي ساب البيت بتاعه لوالدي، سابه لهم في ايه؟ في الويل. ويل دي بمعنى حسنا، لما قول ويل دان او ويل بتيجي بمعنى بئر. وول ساب البيت ايه؟ في الحيطة، في ايه ده خالص. ويل ويل بمعنى سوف، ايوه بس بتيجي بمعنى وصية. برافو عليكم، سامع الناس طبعا عارفة الاجابة على طول، المحافظ الكلمة هي ويل ليتر سي هي الاجابة الصح، لان دي وول معناها الصوف وطبعا بعيدة خالص عن المعنى. So the answer is letter C. Thank you. That's all Mr. Ahmed. جميل مستر خالد، احسن. ننتقل لمستر صلاح عبد الله ونشوف مع بعض بيج نمبر 6. تفضل مستر صلاح. جملة يا جماعة 26. The factory closed and all the workers were laid. المصنع قفل وكل العمال يا ترى redundant، تم تسريحهم او الاستغناء عنهم، ولا employable يمكن توظيفهم employed وظيفه، ولا job holders محتفظين بالوظائف. يبقى الإجابة عندنا letter A redundant تم الاستغناء عنهم. 27. Ayman can't apply for the job in the bank because he isn't within space to do it. يعني أيمن مش هيقدر يتقدم للوظيفة اللي في البنك لأنه إيه؟ isn't qualification ليس مؤهلات طبعا، لا qualified quality جودة، qualities دي جمع جودة، يبقى هنقول he isn't qualified to do it، غير مؤهل أن يفعل أو يقوم بهذه الوظيفة. 28. If you have a degree from a good university you will be very. You will be very يا جماعة هنا هنختار بعديها adjective. فهنشوف عندنا هنا choose عندي اختيارات، عندي employee، employment، employable و employee. يبقى هنا الadjective عندنا موجودة letter C employable. طيب فاطمة is very، طبعا هنا is very برضو هنختار adjective. فوق كانت في 28 كانت مع خلاص احنا عرفنا ان letter C هو اللي كانت adjective اخترناها. لكن هنا نبص كده في 29 فاطمة is very محتاجين adjective. She always does her homework carefully and on time، دايما بتعمل واجبها بعناية وفي ايه في الوقت المطلوب. يا ترى unconscious ولا conscientious ولا conservative اللي هو conservative يا جماعة اللي هو محافظة يعني، ولا convinced مقنعة. يبقى letter B ان هي مجتهدة او بتعمل بتبذل قصارى جهدها في عملها، conscientious اللي هي مجتهدة في عملها. letter B. 30. There was a last night and the many buildings were damaged by the wind. كان في امبارح، كان في بور ولا ثاندر ولا جيل ولا بلو. طبعا هنا جيل كان في موجودة ايه letter C عاصفة. جميل مستر صلاح، احسنت يا مستر صلاح. ننتقل لمستر رمضان التركي ونشوف مع بعض بيج نمبر 7. تفضل مستر رمضان. 31. At what time does the sun space this evening? Up little be down rise sit. في اي وقت الشمس تغرب في المساء، لان تشرق دي الصباح تغرب في المساء. طب هل اب ولا داون ولا رايز ولا سيت؟ لو انا عملت مقارنه بين الكلمات دي انا عندي رايز وعندي سيت، رايز تشرق وسيت يعني تغرب، يبقى هنختار سيت عشان ذيس ايفنينج. وات تايم داز ذا سان سيت ذيس ايفنينج. 32. شود اي هاف فيش اور ميت ات ذا ريستورانت اي ريلي كانت سبيس ماي مايند. يا ترى انا هاكل سمك ولا لحمه
في المطعم انا لسه ما كررتش الاختيارات. لتر اي ميك اب، لتر بي ميك اب فور، لتر سي ميك، لتر دي ميك اوف. لو انا مسكت المقارنات ميك اب يقرر، ميك اب ماي مايند يتخذ قرار، ميك اب فور يعوض او يسترد، وعندي ميك يصنع، وميك اوف المفروض تبقى طبعا ميك اوف كده ات هاز نو مينينج. لو انا اوف اللي هي اوف مش اوف اللي هي صنع من حاجه ما اتغيرتش. فانا لو بصيت لاختياراتنا طبعا اختار ميك اب ماي مايند يتخذ قرار. يعني نمبر 33 ماي جراند ماذر has spent a lot of time reading since here. Space, this, rewarding, retirement, pairs. يا ترى جدتي قضت وقت كتير جدا بتقرا من ساعة ايه؟ من ساعة التقاعد. فأنا عندي كلمة التقاعد، هل death الموت بتقرا ما ينفعش، rewarding ولا retirement ولا pairs؟ طبعا عندنا retirement. 34 Munir couldn't find work as a car mechanic, so he is going to space as an electrician. منير مش لاقي شغل كميكانيكي سيارات، فناوي يعاد تدريبه كهربائي. طب يعاد تدريبه، الناس اللي حافظه كلمات زي ما قلنا الفوكاب بيعتمد على حفظ الكلمات، هل ريترين يعاد تدريبه، ولا هل ريتيرن يعود، ولا ريفايز يراجع، ولا ريبليس يحل محل؟ لو انا بصيت على الاربع اختيارات يبقى هي از جوينج تو ريترين از ان الكتريشن. لتر اي. 35 احمد wants to be like his grandfather. ده احمد عايز يبقى زي باباه. هو هاز هاد ا بيج اون هيم. هل انديفيديوال فردي، هل انفلوينشال مؤثر، ولا انفلونس تاثير، ولا رول؟ الناس اللي عارفه طبعا ا بيج، ا بيج ايه اون هيم، ا بيج انفلونس اون هيم، له تاثير عليه. جميل مستر رمضان، احسنت. ننتقل لمستر محمد منصور ونشوف مع بعض بيج نمبر 8. اتفضل مستر محمد. نروح مع بعض للجمله نمبر 36، الجمله رقم 36. The children didn't let the wind stop there وجاب لي space of the picnic. الاطفال لم يتركوا الرياح توقف there a of the picnic، توقف ايه للرحله بتاعتهم. يا ترى الاطفال لم يسمحوا للرياح ان توقف استمتاعهم بالرحله، ولا فرح، ولا enjoyable ممتع، ولا joylessness. عندي لقطة هنا مميزة جدا وانت بتحل لازم تاخد في قبل السبيس. عندي هنا كلمة there، وthere هنا possessive adjective صفة ملكية، لازم يجي بعدها اسم. يا ترى فين الاسم اللي هنا في الاختيارات؟ لو خدت بالك ان كلمة enjoyment بتنتهي بكلمة ment، وغالبية الكلمات اللي بتنتهي بكلمة ment السافكس ده النهاية اللي في اخر الكلمة بيبقى اسم. الكلمات اللي بتنتهي بfull السافكس ده بيديك الadjective. Enjoyable الكلمات اللي بتنتهي بA B L E بتبقى برضو adjective. الكلمات اللي آخرها N E S S بتبقى noun اسم. يبقى أنا عندي هنا الإجابة enjoyment أو joylessness. بالرغم من إن الإجابتين ممكن يبقوا acceptable مقبولين جدا في الامتحان، لكن الإجابة الأقرب اللي أنا هختارها الأطفال لم يسمحوا للرياح أن توقف their enjoyment استمتاعهم بالرحلة. Number 37 You will really like this book. The story is أنت سوف تعجب بهذا الكتاب وهتحبه جدا، لأن القصة بتاعته is terrific, terrible, horrible, capable. من معنى الجملة أنت ستستمتع بالكتاب لأنه أكيد حاجة positive، حاجة إيجابية، حاجة كويسة. عندي كلمة terrible سيء، وhorrible فظيع، وcapable قادر على. طبعا هستبعد كل ده وهختار كلمة terrific. Number 38 خالد has an وجاب لي space to see the doctor at 4 o'clock. خالد عنده ايه لكي يقابل الطبيب او لكي يرى الطبيب الساعة 4؟ طبعا الاطباء المحامين، الناس اللي انت بتحدد معاهم موعد قبل المقابلة، الموعد ده بيبقى اسمه appointment. يبقى خالد has an appointment. هبعد طبعا عن كلمة applicant الاخيرة لان ده متقدم لوظيفة، وapplication form وapplication اللي هو استمارة التقدم. 39 the company hopes الشركة بتتمنى او بتأمل that its new space will sell very well. الشركة بتتمنى ان ايه؟ سوف will sell سيحقق مبيعات جيدة جدا. ناس كتير لازم تعرف وتركز معايا ان كلمة sell زيها زي كلمة open تنفع تديك معنى الاكتف وتديك معنى الباسف، يبيع او يباع. فالشركة تتمنى ان it's a new product يعني منتج، ولا production انتاج، ولا productive منتج، ولا producer الشخص المنتج. طبعا الاجابة بتاعتي هتكون it's a new product. الجملة number 40 it was hard
كان من الصعب جدا to climb the mountain أن تتسلق الجبل. But it was وقبل space the views from the top were amazing. المناظر من فوق من على قمة الجبل كانت رائعة. يبقى كان صعب أنك تتسلق الجبل ولكنه كانت تجربة ولكنها كانت تجربة. Worth while تستحق ولا worth فعل بمعنى يستحق ولا while احنا عارفين while أصلا بمعنى بينما ولو جاي كاسم بمعنى لفترة قصيرة for a while وكلمة worth لسه الأخيرة لا يستحق. طبعا الراجل مديني معنى إيجابي في الجملة يبقى كان صعب أتسلق الجبل ولكن it was worth while ولكنها كانت تجربة تستحق. أحسنت مستر محمد. ننتقل لمستر نبيل بكير ونشوف مع بعض بيج نمبر 9. تفضل مستر نبيل. نمبر 41 وي ترايد تو دو ذا كويز. حاولنا نعمل الكويز اصلا انت مجازين في المجله. بات وي جيف اب اوف اواي اوت بيكوز ات واز تو ديفيكولت. مهمه جدا 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 وبراهن عليها هيجي لك في امتحان 2020 تعبير من توقف. We tried to do the quiz. حاولنا نعمل quiz in the magazine, but we gave because it was too difficult. عندك give up, ييأس, يستسلم, يتوقف عن. Give off, يطلق غازات للغازات والعوادم والحاجات. Give away, يمنح أو يهب. Give out بمعنى distribute, يعني يوزع. احنا we tried to do the quiz in the magazine, but we gave up. Give up يعني يأسنا, فقدنا الأمل. الإجابة letter A, give up. أو توقفنا يعني. Number 42, the Egyptian Museum, المتحف المصري, the famous landfall, landlord, landmark, landfill in Cairo. طبعا اكيد المتحف المصري يا جماعه مش معقول landfill خرابه ولا landlord صاحب العقار او صاحب المكان. اكيد landmark. landmark يعني علامه مميزه, معلم بارز يعني. جت سنه في امتحان 2019 السنه اللي فاتت. Number 43, the police quickly cleared. كلكم حافظين التعبير اكتر مني. هي احنا دايرين في المنهج clear up, مفيش غيرها. clear up يعني يزيل الغموض عن حاجه. هنا the police quickly cleared up the mystery of الغموض بتاع of who took the money from the bank last week. 44 when you revise لما بتراجع take regular breaks خد لك كده راحه كده منتظمه because it is difficult to concern conclude concentrate confirm for more than about an hour. طبعا concern يخص او يهتم conclude يستنتج concentrate يركز confirm يؤكد. طبعا الإجابة when you revise take regular breaks because it is difficult to concentrate. concentrate يعني يركز ولو أجيب حرف جر بتاع concentrate on في حاجة اسمها concentration canvas معناها معتقلات. 45 the metro line goes through أكيد مترو بيجو through إيه يعني هيخش في way road طريق مسافلت bridge كوبري أكيد tunnel. يبقى الإجابة letter D tunnel under the river. أحسنت مستر نبيل. ننتقل لمستر خالد عطية ونشوف مع بعض بيج نمبر 10. طيب نشوف يا جماعة كده بيج نمبر 10 معانا. نبدأ بنمبر 46. Okay. Many modern houses have solar space on their roofs to get energy from the sun. لو احنا حاولنا نفهم المينينج بتاع الجملة بيقول بيوت كتيرة يعني فيها ايه على أسطح المنازل باور ولا باور ستيشنز ولا بيزس ولا بانلز. طبعا هتبقى نمبر دي كلمة احنا حافظينها سولار بانل. سولار بانل اللي هي السخانات الشمسية او 47 يبقى نمبر 46 الاول دي. اوكي 47 all the bridges used to be made of wood. كان زمان الكوبري بيتعمل من الخشب but modern ones. لكن الكباري الحالية are usually made of. وعندي اختيارات بقى concrete, concert, conquest, condensation. تمام يعني يمكن احنا الاربعه دول ما فهمش ولا كلمه خدناها في المنهج غير اول واحده. تمام كونكريت اللي هي الخرسانه المسلحه يعني. 48 يبقى 47 هتبقى ايه. 48 بقى many countries celebrate the new year with. ناس كتير بتحتفل بالسنه الجديده عن طريق ايه. fire planks, fireworks, firefighters, fire extinguishers. تمام اللي هي الطفايات الاخيره دي اللي هي الطفايات يعني مالهاش علاقه خالص. كلمه مشهوره جدا خدناها نمبر B fireworks. 49 the shop that has just opened is giving free tea or coffee today we should go. بيقول لازم نروح عشان المحل النهارده بيوزع شاي هديه تمام او قهوه. زي ما قال مستر نبيل بريبوزيشن دي عايز تبقى حضرتك حافظها كويس. هو في كلمه اسمها give up give off give away give in شرحهم مستر نبيل بالتفصيل. فهنختار give away اللي هي بمعنى to give something to someone
يوزع شيء أو without taking money يعني. يبقى نمبر سي 50 آخر جملة fruit and vegetables are less expensive this year. بيقول إن الخضار والفاكهة رخيصة السنة دي. ليه؟ قالك لأن farmers had a very good. الفارمرز حصلوا السنة دي على storm, drought, food, harvest. يعني برضو لو ركزنا على كلمات المنهج هي بي ودي. drought كلمة مهمة جدا معناها a period of time without rain or water فترة فيهاش كده مية يعني ولا أمطار اللي هي بيسموها قحط وجفاف. وهارفست اللي هو الأيواء الحصاد أو المحصول أو كده. وبما إن الأسعار قليلة يبقى المحصول كويس. يبقى هنختار نمبر دي harvest اللي هي دي. This is answer. أحسنت مستر خالد ودي كانت تعتبر أهم الجمل اللي احنا شفناها مع بعض على الجرامر وعلى الفوكاب مع بعض. في رسائل سريعة كده مستر خالد عبد الهادي رسائل طمأنة للطلاب اللي قاعدة في البيوت تقول لهم إيه؟ احنا بنقول لطلبتنا السنة دي يا جماعة ما تقلقوش خالص احنا معاكم طول السنة. وبعدين السنة دي إن شاء الله من المتوقع الامتحانات تبقى كويسة. ما توترش نفسك الامتحانات ما بتخرجش من كتاب الوزارة وإحنا شغلنا ما بيبقاش إلا من كتاب الوزارة ومن الورك بوك. أسئلة بتاعت الستوري يعني تناقشها في الحلقة الجاية خليك معنا ابقوا معنا ما تروحش مكان تاني. هناخد أهم أسئلة القصة إن شاء الله النهاردة. مفيش حاجة هتخرج من اللي إحنا بنقوله لكم فتابعوا حلقاتنا. احنا بنلتزم بكل حاجه في كتاب الورك بوك وكل حاجه في كتاب السنت بوك. ان شاء الله ان شاء الله احنا متوقعين هيجي منه قدر كبير السنه دي ومش هتبقى فيه حاجات شاذه زي ما انت متخيل او بتقلق نفسك او الموضوع مش محتاج خالص. انت ذاكر واعمل اللي عليك. واللغه بالذات لازم تهتم بحفظ الكلمات مهم جدا جدا. كلمات موجوده في الاختياري موجوده في القطعه موجوده في الترجمه موجوده في كتابتك للباراجراف موجوده في كل حاجه بتحتاجها موجوده في فهمك حتى لجمله الجرامر. اهتم قوي قسم وقتك في المذاكره حدد ميعاد ثابت للمذاكره ما تخليش حد يحبطك لسه في وقت تلم اللي انت عاوزه. واحنا معاكم وان شاء الله تبقى سنه كويسه وتحققوا كل اللي انتوا عاوزينه وتنجحوا وتتفوقوا باذن الله. تمام مستر خالد. مستر رمضان التركي حابب تقول ايه لطلابك؟ اقول لطلابي كتاب مدرس على الهوا اظن جاب كتاب امتحانات الورك بوك في اول 12 اكزام لو الطالب بركز عليهم كويس اعتقد الامتحان لن يخرج عنهم السنه دي ان شاء الله سبحانه وتعالى. وان شاء الله الظروف دي ظروف علينا كلنا وان شاء الله ربنا يوفقهم جميعا والدنيا هتبقى زي الفل. ما تقلقش وما تخافش وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوفقكم جميعا. جميل. مستر محمد رنصور له رسائل للطلبه بتاعته. دايما هي رساله واحده انا بقولها لك. انا بقول لك ان انت يو هاف ا دريم يور بيرنتس هاف ا دريم فور يو. والديك ليهم حلم ليك من يوم انت ما اتولدت. بليز دونت جيف اب. اوعى تستسلم اوعى تقف. ذاكر واعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيختار لك الافضل. ادعي دايما وقول يا رب اكتب لي الخير وسيب الخير عند ربنا سبحانه وتعالى وان شاء الله عمرك ما هتندم ولا هتخسر. الخير ربنا كاتبه لك كاتبه لك. ثانك يو. تمام. مستر نبيل بكير بقول اعزائي الطلاب بقول لهم اوعى تفكر نفسك ان انت في اجازه انت في فتره عمل. انت do your best and I am sure that you will do best in the test. واحنا في ظهرك. جميل مستر نبيل. مستر خالد عطيه هو اخر حاجه بس انا حابب اكد على حاجه واحده يا جماعه. اهم حاجه في الفتره الحاليه الحل كتير. براكتس ميكس بيرفكت. تمام. مش لو ما ذاكرتش كتير مش مشكله لكن اهم حاجه تحل كتير لان اللي انت مش عارفه هيظهر عن طريق الحل. فلازم يكون حاجه معاك ليها موديل انسر هي دي اللي هتساعدك في الحل. فانا نصيحتي ليك يعني من واقع خبره مش قليله ان انت لازم تحل كتير في كل المواد مش مشكله المذاكره كتير. وربنا يوفقكم. وطبعا الناس كلها قالت كل الكلام ربنا يوفق الجميع ان شاء الله. احسنتوا يا جماعه. وحلقه من امتع الحلقات مع خبراء اللغه الانجليزيه في مصر كلها. مستر نبيل بكير مستر خالد عطيه مستر خالد عبد الهادي مستر صلاح عبد الله مستر رمضان التركي مستر محمد منصور شرفتونا. وبنقول للطلبه بتوعنا استنونا في حلقه تانية الساعه 2 هنعمل ريفيجن على القصه. شرفتونا.